في الوحدات التدريبيه. نعم، هذه خرائط تدفق الان، تفضل. تطبيق البس على الخفين هذا العنوان. نعم. احضار تراب طاهر، طبعا هذه بدايه. نعم. هنا فرز المجموعه المشاركه. ما شاء الله. خمس مجموعات، اكثر من مجموعه مشاركه. وفق معايير وشروط المسح. ثم انتقل بعد ذلك الى اجراء اللي هو بدء تطبيق المعلم. ما شاء الله. ثم انتقل بعد ذلك الى تطبيق افراد مجموعه. ما شاء الله. ثم يكون عندي اجراء هلال للتقييم في بطاقه التقييم. ما شاء الله. وفق معايير التقييم المفيده هذه. ما شاء الله. ثم بعد ذلك ناخذ قرار الطالب الفائز. ما شاء الله تبارك الله. ثم بعد ذلك النهايه التكريم. ما شاء الله تبارك الله، التصفيق.